السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تتحمل فراق وفاة سيدة ببني سويف حزنا على وفاة شقيقها، شهدت قرية الديابية التابعة لمركز الوسطى شمال محافظة بني سويف وفاة ربة منزل حزنا على وفاة شقيقها الأكبر الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية أثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. قال الله الخبر ده يا جماعة النهاردة السبت 2 يوليو الساعة دلوقتي 2:32 صباحا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.